الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله نبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية مزامير داود، ومع مزمار مزامير داود والطالب فراس هيثم فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما